من جديد عاد من جديد لينتزع هذا الناموس، ليبقي الناموس مثل ما ابقاه قبل اسبوعين الى العين مباشرة. يا الحميري يا الحميري، روح 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 معاريف. ومن يقودها؟ حمد بن فهد الاكتبي، بن يدا قادم، بن دري قادم. هل يبقى السلام بالعين ولا عين الاخوان على الناموس؟ ولكن الحميري الحميري احمرت عينه من اجله للعين. مشكور يا مطر يا بن مهير، يا الحميري مالك وريف. ومن قدمها؟ حمد. مرحبا. هنا الصعب يقدم سيوف، وبدر بن علي العويسي يتقدم من خلال هذه المتابعة القوية وزعفرانة العطية أيضا في محاولات قوية، ولكن سيوف على صدارة، سيوف على المركز الأول. وكأني أتذكر تاريخ يوم 2/12 في ذلك اليوم حينما انتزعت ذلك السيف ب 12 و17 ثانية. بالفعل ياتي الصعب ليقدم هذه النجومية، ما شاء الله تبارك الله. هذه هي سيوف، هذه هي سيوف التي اتت باغلى السيوف. بالفعل تهانينا للصعب محمد بن سلطان بن مرخان، تهانينا لسعيد بن سلطان بن مرخان، تهانينا البدر بن علي العويسي من قدم سيوف لحظات الوصول. سلام يا الصعب سلام، وسلام الى مرغم سلام. المركز الثاني هنا مرحبا. اللحظات مشاهدينا الكرام ياتي بتقدم ممتاز وبوصول وانطلاق المفرق محمد بن راشد بن سعيد بن حمود الاكتبي، ولكن الاسد بدون اي تعليمات بدون اي توامر صدرت الاوامر على الاسد وبدا ينطلق لناموس هذا الشوط. بدا يغادر بنتيجة الشوط الاول للزمول المحليات الاصايل، انطلق الى الناموس الى الفوز احمد بن سعيد بن بطي الدرعي. سلام الدرعي سلام على هذا الإبداع، على هذا الفوز والانتصار. لحظة وصوله معلن الفوز والناموس، معلن هذا الانتصار في هذا الصباح من عاصمة الميادين ميدان الوثبة إلى ميدان رقيعات أهل القوع مصانع الجنوب. سلام بن بطي سلام على هذا الفوز أحمد بن سعيد بن بطي الدرعي. المركز مرحبا. بن طويرش بو محمد من يقدم لنا حضور هذا الشعار مثير ومبلج، مبلج ومثير. طارن الزمول واقلعن في عاصمة الميادين، مثير ومبلج. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. يا سلام يا مثير. سهيل بن عياب سالم العامري بقيادة بوسهيل، من يقدم لنا شعاره، من يقدم لنا شعاره مع مثير، مثير الخطير، مثير الكبير. سلام يا ابو سهيل سلام، سلام يا ابو سهيل سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير مع هذا الشعار الكبير. المركز الثاني مرحبا. مع الخمسمية متر الأخيرة، ولكن بيان بيان تسللت على البداية الأولى أحمد بن محمد بن قضيب العليلي الذي يقدم لنا بيان في هذا الشوط، بيان للانتصار، بيان في هذا الشوط. واضحة هنا وضوح الشمس، هناك أيضا اندفاعاتها مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الأخيرة. سلام سلام بن قضيب، سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز، على هذا الحضور الجميل، حضور بيان في هذا الانطلاق، في هذا المسار ولحظات وصولها وعبورها الى خط النهاية. احمد بن محمد بن قضيب العليلي هنا، تهانينا والناموس. لحظات الوصول بينما المركز الثاني العنود سهيل بن محمد بن ذبيب العامري اللي احتلت المركز الثاني.
مرحبا بانطلاقة الشايبة، وابن حضرم بدأ يهاجم بانطلاقة مطفية، ولكن الشايبة 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 يا سلامي عليك يا العطية، سلام بهذا الانطلاق خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية بن حضرم بن حضرم بدأ يهاجم بانطلاقة مطفية، ولكن على ما يبدو لي هنا هناك العطية خطف ناموس الشوط انطلاقة الشايبة الشايبة يا الشايبة يا سلامي عليك يا العطية، سلام سلامي لأبناء ميدان التحدي، ولكن بن عمير ولكن خلاص العطية غادر بناموس الشوط، سلامي والله عليك يا خليفة يا بن خليفة يا بن عبد الله، العطية مالك الشايبة وتستاهل الفوز. مرحبا بالخير العزيزية والوصول والتقدم، الصيرمي 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 واصلا بشعار احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، اشتدت المنافسة اشتد الصراع، لكن نايف 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 يطير بالسلام يطير بالانجاز يطير بالفوز المستحق والجميل، هذا نايف وهذا ابداع، هذا نايف وهذا انجاز، هذا نايف وهذا وصول، تهانينا لمالك نايف سلطان بن جاسم بن محمد بن خير العزيزي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الصيرمي احمد بن حمد بن رغش الشامسي. مرحبا بدأ يغادر وتحرك فلاح، اتحرك فلاح، افلح يا فلاح، افلح افلح يا فلاح، يتقدم صالح بن ناصر بن محمد الكربي، ولكن المتحد صامد صامد صمود الجبال السود، الله يا المتحد الله يا المتحد بن حمرور بن حمرور، وانجازاته وسجلاته الخطيرة، غادر بن حمرور غادر بن حمرور المتحد، سعيد بن حمد بن سعيد بن حمرور العامري، سلام وتحية واحترام لمالك المتحد على ذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مرحبا مع البداية طرابلس مع المركز الأول، تعود الملكية حمد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، شواهين هناك مشاهدين الكرام لمبارك بن الصغير بن علي بن دري المنصوري، تاتي اللي هي غنايم أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي مع المركز الثالث وغيرت على الثاني، ولكن طرابلس في ساحة الأمان ما زالت المسيطرة والمنطلقة، أهل مغافة أهل مغافة، السلام السلام لمغافة، سلوب يا الراشدي رجل التراث بالفعل، أشكرك على هذا التقدم الممتاز حمد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، وسلام أمغافة سلام، لحظة وصولها إلى بر الأمان إلى خط النهاية، تهانينا والناموس غنايم ثانيا أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. مرحبا يقدم لنا انطلاقة قوية ورائعة، ولكن بالعسى ايضا يتقدم، ولكن عودة الى منحاف 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 محمد بن سلطان بن مرخان بن مرخان الاربعمائة متر الاخيرة، تحركت الشبابية ايضا الشيخ عبدالله بن حمل العامري 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 يقدم لنا ايضا الشبابية، ولكن منحاف منحاف على الصدارة منحاف على المركز الاول، محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم مع هذا الاداء، يتقدم مع هذه الانطلاقة وهذه المنافسة الرائعة والجميلة، ولكن منحاف على الصدارة منحاف بخطى سيوف يتقدم شعار الصعب، تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان، تهانينا لسعيد بن سلطان بن مرخان، شكرا بدر بن علي العويسي من قدم لنا منحاف المركز الثاني، هناك الشبابية الشيخ عبدالله بن حمل عامري المركز الثالث.
مرحبا بطانها العصا راكده العصا امنه انطلقت نحو الفوز انطلقت نحو الانتصار بهذه العروض الكبيره بهذه العروض الخطيره وغادة تحركت مع المركز الثاني والجذابه صامده الجذابه صامده والحاضره في هذه اللحظات طموح سعد بن حمد بن علي الجنيبي ولكن سلام سلام يا مالك الجذابة سلام يا العامري سلام على الأداء شكرا يا عمر يا بن غصاب يا من قدم لنا في هذه اللحظات هذه الجذابة سلام بدون أي أوامر والعصا في الأبطان العصا راكدة المركز الثاني أحضرت مشاهدين مرحبا شعار الاحفاري ولكن شوف يا سلامي على شعار المنصوري انطلقت حفله سالم بن بخيت بن حوير بن منصوري والاحفاري على المركز الثاني يتقدم من زعفرانه اطويرش بن عبد الله بن حلوس الاحفاري انطلق انطلق بانطلاقة الفوز والناموس شعار الاحفاري يا سلامي على زعفرانه وعلى انطلاقة زعفرانه اطويرش بن عبد الله بن حلوس الاحفاري المركز الثاني حفله سالم بن بخيت بن حويري بن منصوري ولكن خلاص تهانينا والناموس لحظة الوصول ولحظة الفوز والانتصار بهذا المستوى وبهذا الاداء الكبير زعفرانه تختطف ناموس شوط الانتاج اطويرش بن عبد الله بن حلوس الحفاري المركز الثاني كانت حفله مرحبا شاهين وهذا هو ابداع طار بالمركز الاول وحلق بابداع جميل لكن الخطورة من المركز الثاني من بشار عبيد بن خميس بسم المنصوري يحقق المركز الثاني بهجوم مكثف بهجوم مكثف لكن شاهين هنا مع هذا الاندفاع الجميل هنا بهذا الانطلاق الجميل هنا مع هذا الابداع الجميل مشكور يا مالك شاهين ومشكور يا طبازة بن محمد العامري مشكور 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 ابدعت وامتعت بابداع جميل بانطلاق مميز تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن طبازة بن دودة العامري المركز الثاني مرحبا عصاته بالابطان اخر 500 متر يا الجنيبي يا الجنيبي روح يا الجنيبي روح الذيب قادم والزعفران ولكن المحيط يتحدى الجميع يتحدى الجميع الجنيبي يقدم عروض الكبار يقدم عروض العمالقة الجنيبي مع المحيط مع المحيط الله عليك يا سعد يا بن حمد يا الجنيبي يا الجنيبي سلام وتحية واحترام سلام للسلطنة سلام سلام للسلطنة سلام سلام يا السلطنة سلام وتهانينا لسليم الغيلاني مرحبا والطيارة في موقع واحد في مسهال واحد في تحدي ثنائي نحو الناموس في عاصمة الميادين غير إخواني في عاصمة الميادين غير هنا وخاصة أشواط الانتاج وخاصة أشواط الانتاج ما بين هالأسماء طماعة 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 مع المزروعي راعم صاحة هنا بدأ يتقدم مع الطيارة مع الطيارة ما بين الطماعة والطيارة الطيارة وطماعة
جولة الأوامر. روح اللي يبغي الناموس، روح اللي يبغي هناك أيضا ناموس الإنتاج، ناموس الإنتاج، ناموس الوثبة، ناموس الوثبة، ناموس الوثبة مع المزروعية، مع المزروعية وناموس الإنتاج. مشكور يا علي المالكي، مشكور، وكفيت وفيت المركز. مرحبا المنصوري يقدم لنا فرح، وبن بليشة مع مرضية، علي علي بن خليفة بن بليشة هلك تبي مقدما لنا مرضية، ولكن الصدارة مع مهمة ايضا. ابناء المملكة، ابناء المملكة، ابناء المملكة، روح يا محمد يا بن عبد الله يا بن طويرش يا لوهيبي، روح والرب داعي لك مع هذا الاسم. والسعدون، والسعدون راعي مبلش وسلالة مبلش يتقدم مع مهمة، رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، العصا في الأبطان بدون أي أوامر، العصا في الأبطان بدون أي أوامر، العصا في أمان. تهانينا والناموس لرياض بن ثامر السعدون على فوز مهمة المركز الثاني. فرح لأيض سلطان بن ريو المنصوري المركز الثالث. مرحبا